العصبية عند الأطفال مشكلة شائعة للأسف في الفترة الأخيرة، خاصة مع الضغوط اللي بيعاني منها الأهل. بيبقوا الطفل يتعصب فهم يتعصبوا عليه، وساعات هم اللي ممكن يكونوا سبب للطفل إنه صح يتعصب، بيقلدهم مثلا أو حاجة. فالأول أنا عايزة أفرق ما بين مشاعر الغضب اللي المفروض ما نكرهاش على ابني، وإنه بني آدم طبيعي يا جماعة، قلبه وروحه وجسمه وعقله مشاعر، فطبيعي إنه يتعصب ويتنرفز، وما بين المشاعر اللي غير مقبولة، مشاعر العصبية اللي ممكن تخلي الطفل بعد كده طفل عصبي في المستقبل. هلا اول شيء لازم نعرف شو هو الطفل العصبي. هو الطفل العصبي هو اللي له حاجه، يعني الطفل ما بيعصب الا اذا كان محتاج. فبيعبر عنا بجسده، سواء بيعصب بيقدم اظافره او بيعيط او بيضرب او يعني اي شيء بيعبر عنه بشكل يعني سلوكي. يعني مش صوت عالي بس، صوت عالي وتصرف. ليه؟ لانه هو في شيء عم بيرغب انه يحكي، عم بيرغب انه في عنده حاجه بدها تتلبى. فلذلك نحن اول شيء لازم نعرف شو هي الحاجات تبع الطفل. اولا شو اسباب، في اسباب خارجيه وفي اسباب داخليه. أيوة. شو هي الاسباب الداخليه؟ اولا ممكن تكون جوع. الطفل جائع فبده طعام بس ما بيقدر يعبر، خاصة بعمر السنتين لسه مش بيتكلم، ما بيتكلم، ما في لغة، ما في فبيعبر كيف؟ بالعصبية، بالعياط، ممكن يزت حاله على الأرض ويعيط، ممكن يضرب أمه، فهو ما بيعرف. فالأم لازم تكون هون واعية، تعرف شو السبب، شو يلي خلاه يتصرف هذا. فأحيانا بكون نعسان، التعب ده ما اكتره، او ما يزن، في امهات كده تقول لك ده زن النوم، ده عايز ينام فبيزن. صح. فلذلك لازم نعرف شو السبب الداخلي له، يعني تعب، الجوع، الفوضى. احيانا الفوضى مو الفوضى بمعنى انه فوضى بالمكان، لا، الفوضى انه احيانا طفل بيكون قاعد عم بيلعب او راجع من المدرسه، بيلاقي انه هلا صار عنده الروتين اختلف، مثلا امه قالت له يلا هلا بدنا نروح مشوار، بيكون عم بيدرس مثلا بتقول له يلا هلا بدنا نروح نلعب، لا، في يكون عنده روتين معين. الفوضى بالتعامل مع الطفل بيخليه مشاعره مختلفة. يعني هو مثلا متعود يجي من المدرسة، يجي من الروضة، ينام شوية، بعدين يقوم يلاقي ماما وبابا جا النهاردة، راحت ماما قالت له يلا احنا نازلين، فتلاقيه طول المشوار عمال يزن مش فاصل، فتقول له يا ابني اهدى شوية، مش فاهمة انت مالك، اتريه عشان اليوم بتاعه روتينه اتغير، الروتين تبعه اتغير اذا هذا فجأة صار. اما اذا الطفل عصبي دائما لازم نعرف شو السبب. في اسباب خارجية، السبب الخارجي بده يبلش من قبل الحمل، حمل الأم. فنحن الأمهات بأثناء الحمل إذا كانوا متوترين فشو بيصير؟ فهرمون الأدرينالين أو هرمون القلق بينفرز بجسمهم. كيف بينفرز؟ بيروح على القلب وعلى الدم وبيروح على الجنين، صح ولا لا؟ نحن بنقول للأم لا تشربي دخان لأنه أو النيكوتين مشان ما يوصل للطفل، وكذلك القلق والاكتئاب والتوتر كذلك بيوصل للطفل عن طريق الدم. فلذلك نحن كأم كحامل لازم تكون حريصة على نفسيتها من أجل طفلها. الكلام هنا بقى لجوزها، لازم اي واحد مراته حامل بقى هذا كمان يدلعها ويظبطها على الاخر عشان ما ياثرش على نفسيه البيت. لازم تحب نفسها وتعمل احيانا استرخاءات، تنفس، لحتى تكون عايشه بحاله بسيطة وفيها سعادة. يعني نحن كلياتنا متعرضين لضغوط، الزوج متعرض لضغوط، والأم متعرضة لضغوط، والأسرة كلها متعرضة لضغوط، بس إذا نحن بدنا نجابه الضغوط بتوتر، الاستجابة للضغط هي النتيجة وليس الضغط هو النتيجة. فلذلك لازم نعرف كيف نتعامل مع أنفسنا وقت الحمل. فبتجي وقت الولادة كمان لازم نختار الطبيب غير العصبي، لأنه الطفل وقت بيجي
وفي ممرضات عصبيين قدامه وأطباء عصبيين. هي مرحلة الولادة، أنا دائما بس يجيني استشارات بقول هل كانت الولادة عسيرة، هل صار في مشاكل أثناء الولادة. لذلك لازم تعرفي الجو اللي بده يجي فيه. أنا دي النقطة دي أنا أول مرة أسمعها، لأن أنا دائما أسمع لأن الولادة لو كانت عسيرة ممكن لا قدر الله تأثر على الأكسجين في خلايا المخ فتقتل بعض خلايا المخ عند الطفل، فالطفل يبقى عصبي. لكن عشان فريق الفريق الطبي نفسه ممكن يأثر على الطفل. أنت إذا فتي هلأ كشخص بالغ فتي على غرفة والأطباء مثلا أو الأشخاص اللي فيها عم بيعيطوا ويصرخوا، فشون بيكون الوضع؟ ساعتين وهيروح بيتهم. لا هي ساعتين، هي صدمة الولادة اسمها. فغير صدمة الولادة اللي هي بتجي. فلذلك نحن حريصين، هي مو مثالية. هذا أبسط حقوق، أبسط حقوق الطفل إنه يجي ببيئة فيها هدوء. صح؟ حتى هلأ في صار ولادات روسية، فالولادة الروسية هي اللي بنولد الطفل بالماء مشان يجي بنفس البيئة اللي هو كان عايش فيها. فهي كمان حتى بعدين أثناء الرضاعة. طب قبل ما نكمل الرضاعة، احنا كده اتكلمنا عن بعض الأسباب الداخلية متعلقة بالطفل نفسه وسبب من الأسباب أو سببين من الأسباب اللي عارف يعبر بالشكل المناسب. يمكن حاجة ذكرتي النقطة دي وذكرتي كمان كذا نقطة مهمين جدا في الأسباب الخارجية، زي أن ولادة الطفل نفسها ممكن تكون متعسرة أو صعبة، وبالتالي دوت بيأثر عليه والفريق الطبي نفسه ما يكونش فريق بيتعصب. ايه كمان في الأسباب الخارجية اللي ممكن تخلي الطفل عصبي؟ في عنا الخلافات، الخلافات بين الأب والأم الدائمة. أحيانا هن بتزاعلوا بس الولد أنه ما بيعرف أنه هن رح يتصالحوا بعد شوي. فهو دائما بيحس أنه بعدم الأمان بوجود الخلافات. فنحن لازم نكون حريصين على أنه خلافاتنا ما نبينها قدام الأطفال، والعصبية تبعيتنا كمان ما نبينها قدام الأطفال. هم بيبقوا ساعات سبب العصبية يعني. ممكن شوفي. الأم تقول والله ده أنا كنت هادية وبلسم وصوتي ما بيتسمعش، ما بدأش صوتي يجلجل والجيران كلهم يسمعوا غير لما خلفت. هي الطفل مو لحظة بيعصب، يا بيكون جوعان، يا بيكون متألم، يا بيكون نعسان، أو إنه في عنده مشاكل من قبل هي بتخليه يعصب. لأنه في أحيانا الاهتمام بالطفل، نحن ما بنلعب مع أطفالنا، نحن بنخلي الإلكترونيات يلي هن يلعبوا مع أطفالهم. صح؟ صحيح. الأم طول النهار قاعدة على النت، الأب طول النهار مشغول برات البيت، إذا أو مع رفقاته عم تحكي، فالطفل بيجي بيسألها، هو بعمر الاكتشاف هلأ. إذا مثلاً ارتقر شغلة تقول له لا أنت ما بصير تتقرأ. فنحن دائماً في قاعدة بالطفولة أو بالتربية أنه لازم وقت نحن بدنا نعاقب طفل على شيء موجود بالبيت لازم نشيله. طيب بالنسبة للنقطة اللي أنت ذكرتيها بتاعت الإلكترونيات، ساعات بلاحظ ان الفترات اللي الطفل فيها بيقعد قدام الأجهزة الإلكترونية بشكل متواصل بيبقى طفل عصبي جدا، وكأنه أصبح وتحول لمدمن وتحول لحاجة بياخدها جوه جسمه، مجرد ما بتتسحب منه يتعصب ويتنرفز ومش عايز ياكل ومش عايز يشرب ومش عايز يكلم حد، عايز بس يقعد قدام الأجهزة الإلكترونية. العصبية بسبب الإلكترونيات تحديدا نتعامل ازاي؟ لأنه ما في خيار عنده الطفل غير الإلكترونيات. الأم بدها تشتغل شوي بتروح بتقعدوا على الإلكترونيات. وقت الطفل يكون مجبور أنه بس الإلكترونيات هي الوقت الفراغي اللي هو بيشتغل فيه، فالطفل شو رح يصير؟ رح يكون في عنده تعلق. فلذلك لازم يكون في خيارات، لازم مثلا يكون عنده يروح على المسبح، يروح على الحديقة، يلعب مع رفقاته، يقعد مع أمه. فالاجتماعات الأسرية كتير إلى دور في إنه يعرف شو خيارات الطفل غير اللعب. أنت ما بتمنعه من الإلكترونيات بدون ما يكون في عنده بديل، لأنه العقل ما بيحب الفراغ، بده دائما يكون في عنده بديل حتى يقدر يتفاعل معه. فأنت إذا جبت له بديل أحسن هو رح يتركه، أما إذا جبت له بديل مثلا عود ولا تتحرك من هالقرنة هو رح يكون عصبي. مش هيحب كده، ده الكبير نفسه ما بيحبش الأسلوب ده في التعامل، بيحب يحس انه عنده حرية وخيارات. مكان للألعاب، مكان مثلا الأم وتكون مشغولة أو عندها شي شغل دغري بتعطيها الموبايل أو بتحطه على التلفزيون وبتقول له عود والعب. فالطفل خلص صار في عنده علاقة
مع الالكترونيات. فهي العلاقة هي لأنه ما عاد في خيارات تانية، فلذلك نحن الإنسان حتى الإنسان الكبير وقت ما يكون عنده خيارات هو بيتعلق بالنت. إذا في عنده خيار القراءة، خيار اللعب، خيار السباحة، خيار الرياضة، خيار المشي، خيار اللعب مع الأصدقاء، هدول خيارات كتير. فأنت دائما بدك تعلم طفلك يكون عنده خيارات. حتى بعمر السنتين هي لا دائما هو عمره الضد، لأنه هو لسه هلأ عم بيكتشف ذاته، ما أنا هلأ بلشت عنده. فلذلك أنت لازم تصير تعطيه تختاري، أنت بدك أنه ينام مثلا قبل 9، بتقلي له تنام ساعة 8 ولا 9، فهو أكيد رح يختار 9 أو رح يختار 8. فدائما أعطيه خيارات أنت بدك يعني. طب أنت قلتي الطفل في المرحلة السنتين بيبقى بيقول كلمة لا كتير، ودي كلمة في حد ذاتها بتجنن الأباء والأمهات، وبالذات الأمهات. أنت بتقولي لا، أنت لسه ما طلعتش من البيضة وعمال تقول كلمة لا لا لا، طب أنا ما يتقليش لا وبتعني بالعكس قدام. لازم هي تنبسط أنه هذا تطلع عليه من وجهة نظر إيجابية، لأنه هو بلش يستقل. فأنت وقت تطلعي على هالشعور بوجهة نظر إيجابية رح تتعاملي معه صح. أما لحتى وقت تحسي أنه هذا نكد فيكي أو عناد لأنه أنت عنيدة، فهو صار عنيد، هو صار عصبي. فلذلك أول سبب أنا بتطلع عليه بالاستشارات اللي بتجيني أنه الأم هل هي عصبية ولا لا، لأنه الطفل يولد على الفطرة بيبقى صفحة بيضة، صفحة بيضة فاضية، وإحنا اللي بنشربها باللي إحنا عايزينه. فلذلك نحن لازم نكون حريصين. وقت تجي الأم وتقلي ابني عصبي، فبقول لأول شيء أنت لازم تغيري من حالك. أنت بيش عصبي؟